اليوم مثلا بس الصبح جيت على المكتب، زميل لإلي باع بيت كوميشن تبعه، يعني البيت حقه 17 مليون، فعم بيقلنا انه انا عازم الكل، الكوميشن تبعه 300 ألف. اي منطقة هون مثل ما قلنا، هاي المدارس تبعها على مستوى الولاية كلها من أفضل المدارس، من أفضل المدارس على مستوى كل كاليفورنيا، على مستوى كل كاليفورنيا. تمام. قالت لي ما بتابع كتير برامج بتخص أو حلقات عن قصص بالعربي. عذرتها طبعاً، مو بس هي، في كتير. الفكرة إنه شجعتني لما قالت لي أنا مستعدة أكون ضيفتك ومستعدة أقدم معلومات وساعد أي حدا بيحكي بلسانه العربي بده ينتقل لهي المدينة الحلوة. على أي مدينة عم نحكي؟ استنوا علي شوي لسه بكير. هي المدينة اللي هي مدينة جديدة، جزء من كاليفورنيا، فيها مدارس جدا ممتازة، فيها أماكن تجمعات للعرب، وبالإضافة إنه لسه عم تنبنى جديد. وأهم شيء بالنسبة لكم وإلي السعر، الأسعار جدا معقولة. عشان هيك اتصلت لي لما. لما طبعا بتشتغل بالعقارات بوحدة من أهم الشركات العقارية على مستوى هاي المدينة، وعرضت إنك تكون ضيفتي بهاي الحلقة، ومن خلال هاي الحلقة رح تقدم معلومات عن هاي المدينة وكيف ممكن تشتروا إذا بدكم تنتقلوا أو حتى تستأجروا، أو شو الأسعار أو كيف العيشة هون بحكم إنها خبرة بهذا المكان. مشان هيك هاي الحلقة رح تكون كتير شيقة، وأنت أو أنتي للي عم تشوفوني من قفا هاي الشاشة، إذا حابين تكونوا ضيوفي بوحدة من حلقات كاليفورنيا لا تنسوا تتواصلوا معي. خلونا نتعرف على لما ونعرف شو رح نقدم بهاي الحلقة لآخرة، ويلا مع بعض. طبعاً عطتنا من وقتها اليوم. اليوم رح تخبرنا وتأخذنا بجولة، وهي الجولة رح تكون كتير مفيدة. بقى إذا أنت بدك تنتقل على كاليفورنيا من غير ولاية، أو جاي على أمريكا جديد وعم تفكر بكاليفورنيا، أو بدك تشتري بيت عم تدور على المدارس، عزابي، معك أولاد، معك عائلة، عندك أسئلة كتير، اليوم وين نحن؟ نحن برانشو كوكومانجا، ومن هون ومن هاي المدينة الحلوة الرائعة اللي رح أخذكم فيها بجولة مع لما، رح أعرفكم على هاي المدينة ومحيطة وليش لسه ترخيصة مقارنة بالمدن الأمريكية أو الكاليفورنية. إذا زبطت أوكي، أرخص أو أقل بتكاليف المعيشة. عارفين عن حالك لما أول شيء؟ لما جرمقاني، صار لي هون بالريل استيت بيزنس 5 سنين، وعايشة بالمنطقة. عايشة بالمنطقة بنفس هاي المدينة. تمام، بفونتانا اللي هي على حدود رانشو كوكومانجا، اللي هي 5 دقائق تقريبا. تمام، 10 دقائق 5 دقائق. تمام، نحن كلياتها هاي المنطقة تابعة لسان برناردينو، سان برناردينو كاوني، مزبوط، اللي هي المقاطعة سان برناردينو. أنا حكيت عليها قبل هيك بفيديوهات. طبعا ما بننسى أنه سان برناردينو كبيرة كتير، فيها أماكن خطرة. تمام، فيها من المدن اللي مثل ما بيقولوا اللي كتير ريكومندد، اللي بينصح فيها العيش فيها، وفيها من المطارح اللي ما أنا كتير آمنة للسكن. ما لا آمنة للسكن. طيب شو بتعملي هون؟ أنا هون مختصة بالريل استيت، بيع شري كوميرشال رنتال، اي شيء بخص العقارات، بيع شري وحتى بزنسز. اولادك هون بالمدارس وانت عايشه هون؟ تمام، صار لي شيء 6 سنين 7 سنين بالبلد، واي لاف ات. حلو، شو بدك تعرفينا اليوم؟ بدك تاخذينا تفرجينا بيت؟ تمام، هلا اول شيء بدنا نحكي شوي عن هاي المدينه. حلو، قبل ما نطلع لبرا ونشوف شو في اوت ذير، وبدنا اخذكم على الداون تاون، خلينا نشوف شو في هناك اكتيفيتيز وليش نحن بننصح بهاي المدينه. طيب بدي اسالك سؤال شوي وبس جاوبيني على الكاميرا.
اتصلتي لي بعد ما شفتي واحد من فيديوهاتي. تمام. ليش اتصلتي؟ لأنه بتعرف نحن بعازة بهاي الوقت، بحاجة أنه عن جد نسند بعض، ندعم بعض بحاجة. لأنه أي حدا مثل ما تفضلت جاي على البلد جديد أو بده ينتقل من ولاية تانية يمكن لهون، بده يعرف ليش بدي انتقل، ويا ترى في عندي أشخاص بيساعدوني، في عندي أشخاص بيحتووني مثل ما منقول أشخاص مزبوطة وبالمكان المزبوط. لهيك أنا تشجعت وحكيتك. شوفوا يا جماعة، بكل مجتمع في أصحاب التجارب السيئة خلينا نقول، وفي أصحاب التجارب الجيدة، بس نحن هذا دورنا. إذا بتضل إشاعاتنا عم نقول والله فلان ضرب في فلان وأذى فلان وكذا، رح تنتشر هاي السمعة كتير ورح تأثر علينا. بس إذا منحاول نطلع التجارب الجيدة دائما على الوش، هذا الشيء بيدعمنا دائما نتكلم على الأشياء الإيجابية. هاي القناة للإيجابيين، وهاي القناة لحتى أقدم معلومة طالعة من وين يا لما؟ من القلب، ورايحة للقلب بشكل مباشر. هاي الحلقة رح تكون كتير مهمة وكتير مفيدة، رح أخذكم فيها بجولة كاملة، أعرفكم على هاي المدينة. استنوا لآخر هاي الحلقة، وحتى رح خبركم إذا بدكم تفتحوا بزنس بهاي المدينة شو ممكن تفتحوا. هذا رح يكون اقتراحي الشخصي، لأنه أنا تقريبا عملت دراسة على هذا الموضوع هون، ورح نحكي كمان على فرص العمل. خلينا لآخر الحلقة مع بعض، ويلا بجولة مفيدة. شرفي لما. يلا. لما عارفينا شوي عن رانشو، او عارفي المشاهدين تبعي عن رانشو او عن الاريا اللي نحن فيها، مشان هلا وقت نروح على الجوله تكون الصوره واضحه. واضحه تمام. هلا رانشو هي مدينه بمقاطعه سان برناردينو اللي هي فيها 73 مدينه. 73 مدينه بسان برناردينو. واو. تمام. ورانشو كوكومانجا هي الوحده اللي ريتد من افضل المدن اللي عايش فيها. اسالني ليش. أكيد رح أسألك ليش. تمام. هلا رانشو كوكومانجا أول شيء بتتميز بالسيفتي، فيها نسبة أمان عالية. أوكي. وهي الشيء بيستقطب كتير عالم يجوا من غير مدن يجوا يعيشوا فيها. شو أكتر شيء السكان هون يعني؟ هلا مثل ما بنعرف نحن المجتمع الامريكي هو مجتمع مختلف متنوع. الاعراق ومتنوع. تمام. يعني بس بتلاقي مثلا العرب بيرتكزوا بمكان، الاسيويين بيرتكزوا بمكان، الاسبان بيرتكزوا بمكان. شو فينا نقول غالبيه الطابع على الشعب اللي ساكن هون او سكان هاي المنطقه؟ هلا رانشو كوكومانجا فيها 175 الف نسمه. هدول صدق او لا تصدق من جميع الطوائف الاجناس، بتشوف الصيني، الهندي، الياباني، العربي، المكسيكي، كتير فيها تنوع، وهي واحدة من الميزات اللي بتميز رانشو كوكومانجا. حلو. يعني نحن على هذا الكلام اللي عم تقوليه ممكن نلاقي كل المعابد لكل المعتقدات الدينية موجودة بهذا المكان، ممكن نلاقي الجالية الإسلامية موجودة هون. أكيد. الجالية المسيحية العربية كمان موجودة هون. يعني فينا نلاقي مختلف الثقافات للي مجتمع تحت مدينة واحدة 100%. بس مو متركزين، منتشرين. منتشرين تماما. منتشرين. يعني بتلاقي كل أنواع الأكل موجود، لأنه مدينة فيها كتير تنوع. حلو. طيب ماشي. لما نحن عم نتكلم على رانشو، خلينا نركز أكتر شيء العالم بهمه موضوع السكن. تمام. هلا أنا مثل ما بعرف إنه موضوع السكن إن كان شراء ولا إن كان إيجار، كاليفورنيا غالية. لما عن جد غالية. كاليفورنيا غالية. ورح تستمر يعني إنه تكون غالية أكتر. طيب. ليش رانشو؟ هلا عملت أنا شوية بحث، لقيت رانشو أرخص نوعا ما مقارنة مع باقي المدن بكاليفورنيا خلينا نقول، مو بس المدن الأمريكية. تمام. وعلى هذا الشيء عم تحكي أنت، نحن عم نحكي على هاي كواليتي، عم نحكي على مستوى مدينة مستوى المعيشة فيه ممتاز. تمام. ولسه التكاليف نوعا ما مقارنة، هلا إذا بدي أحكي مقارنة بإيرفاين عم نحكي تقريبا النص. يعني قلت لك إيرفاين اليوم لحتى ناخذ 2 بيدرومز أو 3 بيدرومز بيوصل ل 4000 دولار. تمام. معلومات 100% مزبوطة، بس لأشرح لك شوي ليش هون في أسعار نوعا ما مثل ما بيقولوا افوردبل اكثر لايرفاين. سو ايرفاين هي تابعه لمقاطعه اورنج كاوني، اللي بتخلي نسبه الافريج
هوم برايسز اكيد اعلى. هلا مقاطعه سان برناندينو اكيد اسعارها ارخص شوي، ما بدي اقول كثير، بس ابلاند هي من وحده من المدن الاكثر مثل ما بيقولوا ريكومندد، الاكثر شيء بينصحوا بالعيش فيها لاسباب كثير. انا بس رح اقول اربع اسباب مشان ما اخلي يكون في طوله بالحديث. طيب السبب الاول مثل ما قلنا السيفتي، اللي فيها كثير امان هاي المدينه، وهذا الشيء بيخلي العالم تفتح أشغالها هون، تجي تسكن هي وعيالها، تحط أولادها بالمدرسة. والشغلة الثانية هي المدارس. المدارس، هذا المدارس موضوع جدا مهم، كتير مهم، وبيعني كتير عالم 100%. هذا خطين حمر، لأنه حتى لو ما عندك أولاد محمد بدك تجيبهم على المدرسة، بس قلك A plus rated area أو schools معناتها طبقة من العالم محددة، معناتها دخل محدد. فبس تكون السكولز هايلي ريتد بمنطقة معينة، العالم بصير فيه هجوم عليها، لأنه أول شيء بتعرف البيت هذا إذا اشتريته رح ينباع بسرعة معك. أوكي أوكي، موضوع المدارس جدا مهم وفعلا. يعني هو بيرتبط بكتير مواضيع ثانية. صحيح صحيح. طيب فرص العمل، نحكي على فرص العمل شوي. يلا بس مو هون، يلا الحقونا. يلا. طيب لما قديش تبعد عن لوس أنجلوس هون بشكل عام المدينة؟ هلا حسب على أي مدينة على أي منطقة رايح، بس نحن بدنا نروح مشوار مثلا على هلا كوفينا مثلا 20 minutes من هون. 20 minutes من كوفينا. طبعا كوفينا بتنعد مدينة كتير قريبة على LA أو لوس أنجلوس بشكل عام. فينا نقول إنه نحن هلا بمدينة جبلية. طبعاً تتميز رانشو بالفوت هيل بالجبال والماونتنز. طبعاً بس تطلع لهونيك البيوت بترتفع أسعارها بشكل خيالي، بس الفيو والجبال اللي هون بالتلج وصفة، بيجوها من آخر الدنيا. مظبوط يا، وحتى هون قريبة على مطلع على لاس فيغاس، يعني بتنعد تقريباً هي سان برناردينو أول طريق للاس فيغاس وآخر مقاطعة لا لاس فيغاس، صح؟ مزبوط. للي هي نيفادا. مزبوط. يلا مع بعض الجولة. لما نحن عم نحكي على فرص الشغل، طبعا موضوع الشغل هذا أهم شيء بالنسبة للعالم للي بتجي جديد على أي مكان. تمام. خبريني شوي شو بنعرف هون عن فرص الشغل، عن الأعمال، إذا واحد بده يفتح بزنس، إذا واحد خلينا نقول بده يجي يدور على فرصة عمل. تمام. هلا مثل ما قلنا باول الحديث انه هاي المدينه قد ما فيها تنوع بيخلق منها انه فيها فرص شغل كتير، بس خلينا اول شيء نروح على داون تاون فيكتوريا جاردنز، ومن هنيك رح بس نخلص جولتنا بنحكي عن فرص الشغل. شو رايك؟ هذا الكلام كتير ممتاز. بتصور فيكتوريا جاردن للي هو واحد من اجمل المولات خلينا نقول على مستوى امريكا، هو الداون تاون نفسه، صح؟ فيكتوريا جاردنز هي outdoor shopping center اللي فيه مطاعم، مولات، محلات تجارية من جميعه، يعني شو بيخطر ببالك فيه، في الأبيك سنتر حدينا محل ما فيه الأنشطة الرياضية، في عندك سينماز، في عندك كتير نشاطات ما فيك تغطيها بيوم يومين ثلاثة. بس نحن رح نستعرضها لحتى نعطي، لأنتي قلتي لي إنه هاي ميزة من ميزات المدينة. تمام. للي نحن فيها. صحيح. طيب المدينة جديدة، الأبنية اللي فيها اللي عم شوفه أنا وكذا، طريقة البناء ونظامها نظام مدينة جديدة، الأبنية أعمارها جديدة ولا المدينة نفسها هي جديدة، ولا في عندك فكرة عن الموضوع؟ هلا بخصوص اول شيء نحكي عن بيوتها، احيانا بنشوف بيوتها عمرها 100 سنه، هيستوريكال هومز. مزبوط. بس بنفس الوقت المدينه على طول فيها تحديث، يعني ابنيه جديده في يمين يسار مثل ما بيقولوا ليفت اند رايت، وفيها مزيج كتير حلو. شو افضل شارع هون بمنطقه رانشو، بمدينه رانشو؟ هلا بس انت تقرب من المطارح التجاريه والداون تاون، هون بتصير الاسعار كتير غاليه، الاجارات كتير غاليه، وبتكون الجوده تبعيتها اكيد لانه فيها انكم ومدخول عالي، فبتكون كلياتها مطارح للعمل كتير بينصح فيها اكيد. انت راح تخبرينا اليوم كمان بالحلقه اذا حدا حابب يمتهن المهنه اللي انت عم تشتغلي فيها وتعطينا شويه مفاتيح. 100% اكيد. انا بشتغل، يعني انا بالشركه تبعنا هي الاي اكس بي، انا منتور فيها وبساعد اي حدا بده يصير ريل استيت ايجنت ولا
يتدرب يعرف انه how to get started مثل ما بيقولوا. اذا حدا بده يتواصل معك لما ان كان بده يشتري ولا ان كان بده يشتغل ولا اذا عنده سؤال، هذا الشيء بيزعجك؟ ابدا، يعني انا برحب بكل الاسئله وما حدا يتردد انه يتواصل معي واكيد ما في اي مشكله. من كلام اخلاقك. انا راح اترك بصندوق وصف هاي الحلقه رابط الانستغرام. منيح تمام، الانستغرام عليه كل المعلومات. خلاص، وبتتواصلوا مع لما اذا عندكم سؤال، بس رجاء يعني اتواصلوا معها اذا عندكم سؤال بحيث انه تاخذوا الاجابه. يعني انت تواصلتي معي عن طريق الانستغرام لحتى قدرنا نعمل هاي الحلقه. مزبوط، وشفتيني انا دغري برد، يعني انه دغري بخصص الوقت وبرد، بس برد لما يكون في شيء. يعني انت دغري بعثتي لي مسج قلتي لي انا شفت الحلقات عجبني الكونسبت تبعك وحابه كمان اقدم خدمه للجاليه العربيه، اذا مزبوط. ممكن تواصل معي، وتواصلنا. انا كمان بعثت لك مضمون المسج كله برساله واحده انه مرحبا انا عرفت عن حالي وهي هو سؤالي. ف أكيد أي حدا عنده سؤال استفسار ما تترددوا تواصلوا معي على الإيميل أو إنستغرام أو تليفون، وأكيد واجبنا نساعد بعض مثل ما بنقول. تسلم يا رب، فيك الخير. نحن هنا قراب كمان على مدينة أونتاريو اللي بتتميز فيها الويرهاوسز، اللي فيها المستودعات والمخازن وفيها المصانع وفيها هذا كمان بيعطي فرص عمل هنا أكثر مقارنة بمدن تانية، صح؟ أونتاريو هي مدينة شوي بدك تقول فيها طابع كوميرشال اقوى من هون. وفيها الانترناشنال ايربورت اللي هو المطار الدولي اللي هو واحد من ميزات كمان مدينة رانشو اللي هي قريبة ربع ساعة على المطار الدولي. انا هبطت فيه مرة باي ذا وي، عن جديد صار دولي يا مطار. لا انا ما اجيت، كنت جاي طيران داخلي بس. مطار رائع. يعني ما توقعت انه اتوقعته يكون مطار صغير وكذا. تمام. بس لا، كمقارنة بمطار مدينة مطار رائع يعني. قدي حلو تجي من المطار ربع ساعة تصير بالبيت ويام اقل. ايه لا حلو كتير. هي وحدة كمان من ميزات المدينة انه قريب عليها المطار الانترناشنال الدولي، وهي اكيد ميزة ما لا تستهين فيها. يلا اصبح هلا على فيكتوريا جاردن، وبعد فيكتوريا جاردن رح نزور هون قلت لي في مسجد. تمام، في مسجد اللي اسمه رانشو مسجد، مسجد تبع رانشو. وطبعا بس انا بدي نوه انه بالنسبه للكنائس موجوده بكل المدن موجوده، والكنائس يعني دائما بيكون تعدادها، اذا في مسجد بالمدينه بيكون في 4 أو 5 كنائس. صحيح. بقى مشان هيك لما انا بوجه على المسجد مو توجه ديني، بس هي الفكره بما انه الاقليه نوعا ما هو بيكون مثلا المسلمين، مشان هيك ايام كتير بهمهم انه شو المعابد اللي موجوده بهي المدينه او شو المساجد اللي موجوده بهي المدينه، وبوجه اني بعطي الفكره اذا موجود ولا لا، لانه في مدن طبعا كتير قليله ما فيها المساجد، مشان هيك بحاول نوه خلال الحلقه او الحوار انه اذا في مسجد ولا لا. بس الكنائس اخواننا المسيحيين بيعرفوا هذا الشيء، موجوده بكل مدينه بامريكا، وبدال التنتين والثلاثه بنلاقي الاربعه والخمسه. خلينا نكمل هاي الجوله يلا مع بعض. يلا لما بدها تحكي لنا قصة هذا المطعم على السريع. شو قصة هذا المطعم قلتي لي؟ هاي تي جي اي اللي هو انا كنت عم بسأل حدا طبعا انه هذا شو اسمه هذا المحل، ليش تي جي اي؟ قالوا لي انه بيعني thank god it's friday، لانه هون الجمعة العالم بتحتفل، بيخلصوا اشغالهم وبيطلعوا على المطاعم، فيوم الجمعة هذا اللاين بيكون عليه بدك حجز من قبل بيومين. هون الشعب الأمريكي بيشتغل 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 مشان ينبسط، مشان يحتفل الجمعة. Exactly yes. يعني يوم الجمعة بالنسبة لهم هو هذا يوم العيد، بيطلعوا. يعني على فكرة مو كلهم بيطلعوا، في منهم مثلا يروح يستأجر موفي لحتى يحضروا بالبيت مثلا وينبسط، في منهم بيلعبوا البلاي ستيشن، بس تلاقيه الخمس ايام على الوقت شغال طبعاً. من الصبح للمساء بالتزام وبانضباط. سو هي قصة المطعم حبيتها، مشان هيك حبيت شارككم فيها. هلا نحن هون نحن بقلب فيكتوريا جاردنز، وين مثل ما قلت لك المكاتب المطاعم الاسواق السينما، يعني لائحة كتير طويلة من المطارح، أماكن التسوق والمطارح التجارية اللي ما بتمل وانت عم تتفرج عليهم. و هذا أوبن سكاي مول بيقولوا له، أو اللي هو مفتوح هيك مول. تمام. محلات تمام، أوتدور أوبن شوبينج سنترز، وعندك هون المول المشهور كتير ميسيز
ويا لائحة طويلة كتير من المطارح والأكتيفيتيز. هذا جزء من الداون تاون صح؟ تمام، هاي هي الداون تاون تبع مدينة ترانش كوكومانجا اللي هو واحدة من الميزات تبعها. طيب هلا لما بيكون في مثل هيك مجمع تجاري، هذا كمان بيعطينا فكرة إنه في فرص عمل، يعني هون بياخذوا موظفين، بياخذوا وبيهمهم كثير. يعني في شغله كثير بدي انوه عليها كمان مهمه، هي ملاحظه انه المدينه للي بيكون مدوره او بتدور على موظفين، لما بعنوانك بتكتب انه انت ساكن بالمدينه بيهمهم موضوع الترافيك، سو بيهمهم انه هذا الموظف بيقدر يوصل على الوقت، لانه هون مشكله الترافيك او ازدحام السير واحدة من أهم المشاكل اللي بتواجهنا هون بكاليفورنيا بشكل عام. بتوافقيني صح؟ بدي أضيف على كلامك أنه هاي المدينة بتعتمد على السيارات، يعني لا في مترو لا في يعني قطار سريع ولا شيء، يعني ما في مواصلات بالطريقة، ما في غير سيارة. فبتلاقي واحدة من السيئات تبع المدينة أنه فيها كتير عجل. بدي صور هذا الكشك للي وراكي هلأ، مثل هيك أفكار هذا بيتم استئجاره من المول نفسه، وممكن نفتحه يعني نشوف قديش اشياء بسيطه. يعني اللي بده يشتغل يا جماعه والله في، يعني عن جد في، يعني انا ما بلاقي في عذر. وفي هاي محل دونتس على يسارك، انت بتذكر مره حكيت عن المشروع قديشه يس يس سهل وبيعمل ارباح كمان، وهو جزء من الثقافه الامريكيه اذا بدك. اكيد اكيد، لانه هن بشكل عام بامريكا ما في عندهم، مو مشتهرين بنوع او بطبق اكل، سو اخذين مجموعه ثقافات خلطينها. اذا بتطلع مثلا شو الوجبات الاكل اللي موجوده بامريكا، هي البرجر، الفاست فود، الهوت دوغز، حتى مو كل الفاست فود، مثلا البيتزا مو موجوده، مو من امريكا. فهمتي علي كيف؟ تمام، خليط. هي لهيك خاصه هي المدينه مثل ما حكينا قبل انه فيها مزيج من كل المطارح بالعالم، تلاقي فيها سكانها من كل الجنسيات، ف خيارات يعني تعد ولا تحصى. طيب هلأ وين بدك تاخدينا؟ هلأ بدنا نروح نشوف شوبينج سنتر، هو فيه مطارح عربية، فيه سوبر ماركت العربي اللي لهي المنطقة اللي برانشو كوكومانجا، وفي كمان بالمنطقة هون عندنا مسجد كمان بيروحوا له كتير الجالية العربية. سو رح نتعرف كمان على مكان المسجد، رح نتعرف على هاي المنطقتين، بعدين بختام الحلقة في هيك تور رحلة حلوة خليها لآخر الحلقة. يلا يلا هي نحن مع بعض. طيب خبرينا لما شوي عن الشغل هون، يعني بما أنه هذا الوقت هلأ نحن سايقين ورايحين على هذا المكان، حكينا شوي عن الشغل. الشغل قصدك الريل استيت؟ لا يا إن كان ريل استيت مثلا، إذا حدا حابب يشتغل بهذا المجال. هلأ بشكل عام للي بيشتغل بريل استيت بيقدر يشتغل بأي مكان صح؟ طبيعي، بس تكون معك أنت اللايسنس تبع كاليفورنيا فيك تشتغل بأي مدينة بكاليفورنيا. أكيد. كيف بتاخدي اللايسنس؟ اللايسنس بده يندرس له. هلأ أنا أخذتني سنة، كل حدا حسب قديش، ما في إلى وقت معين، بس ماكسيموم سنة. بتدرس الكتب وبتعمل الستيت إكزام. حلو. وبعدين بتختار بروكرج تشتغل معه. حلو، بس فكرة انه انت تاخذي اللايسنس تدرسي للسنة، محتاجة تكون لغتك الانجليزية قوية ولا ممكن تمشي امورك؟ اكيد بتوفر عليك الطريق، لانه احلى ما تترجم كلمة كلمة، واكيد هي الشغل تبعنا اساسه الكاستمر سيرفيس والحكي مع كل فئات المجتمع، فاكيد بدك يكون عندك لغة قوية تقدر بالنهاية انت عم تشرح قوانين وعم تشرح عم تستلم مشروع شراء بيت اللي هو لأي حدا هون بالبلد الامريكان دريم اللي هو اكبر مشروع. ف لا رح اقول اكيد ايه بده يكون عندك لغه قويه تقدر تتواصل مع العالم، تشرح القوانين بشكل مزبوط وما توصل اي شيء بشكل خاطئ. حلو. طيب لما بشكل عام اللي بيشتغل بريل استيت هون ما عباره عن شخص موظف بياخذ راتب صح؟ كلام سليم. هلا اللي بيشتغل هون هو كوميشن بيست، يعني بياخذ له عموله من كل ترانزاكشن بتصير، وهو ما هو شخص. يعني انا بشتغل بنقول عندي هلا عم بيع بيت لزبوني، نحن جيش وراي
مثل ما بيقولوا خلف الكواليس بيكونوا عم يشتغل لهي الترانزاكشن. يعني انا بالواجهه وفي وراي فوق العشرين شخص بيكونوا عم يشتغلوا. يعني لما تاخذي الاثنين او 3% للايام ممكن توصل فوق ال 100,000 على حسب قيمه البيعه. انت عمليا عم تدفعي منها الضرائب وعم تدفعي منها لعالم شيرينج معك بالبروجكت نفسه. يعني ممكن انت لما عم نحكي نحن 100,000 معموله يطلع لك منها اخر شيء صافي 10 او 12,000. كتير هو حسب البيت اللي هو عم ينشر أو ينباع أو البزنس. اليوم مثلا بس الصبح جيت على المكتب زميل لي باع بيت كوميشن تبعه يعني البيت حقه 17 مليون، فبيقلنا انه انا عازم الكل الكوميشن تبعه 300,000 دولار. فحسب انت قديش بتعطي وقت، بتحط وقت بهي الشغل بيعطيك. تمام حلو. يعني في عالم انا بعرف عالم بريل استيت بيعملوا بالسنه مليون ومليون ونص وكل ما زادت المنطقه او زاد قيمه المنطقه اللي عم بيشتغل عليها كل ما ارتفع شو اسمه. بس في شغله كتير مهمه، يعني نحن ما فينا نقول انه انا بدي بلش بالريل استيت وبلش احلم بالمليون، لانه انت بدك تبلش ستيب باي ستيب او خطوه بخطوه لحتى تاخذ الاكسبيرينس. ما في بروكر بيشتغل ببيوت الملايين رح يجي ياخدك وانت ما عندك خبره تماما، وحتى لو جايب خبره من برا. يعني هذا الموضوع كتير مهم، يعني كتير حساس. مزبوط. ايه لازم يكون خبرتك بأمريكا وطريقة تعاملك بأمريكا لحتى تقدر أو تقدري تكونوا بهذا البوزيشن ويساو فيك. exactly. بس قدي صار لك أنت بهذا المجال لما؟ أنا صار لي 5 سنين. بس مثل ما قلت بالريل استيت. بس كيف بلشتي؟ بلشت انا كبزنس اونر، لانه انت هون مان، انت يو اون البزنس تبعك، فبدك تعمل انفستمنت فيه كتير من وقت لجهد لمصاري، بدك تدفع انت كل شيء كانه انت عندك مكتبك وشركتك الصغيره. وبدك تحط فيها كتير تبنيها لتقدر تعطيك. ثانك يو. في واحد بيشتغل مستثمر وبيشتغل بريل استيت من زمان، هذا الكلام سألته قلت له إذا أنا بدي اشتغل بريل استيت شو الفكرة؟ قال لي أوكي. قال لي فكرة ريل استيت دائما بدك تحط ببالك بدك تزرع بعدين تبلش تفكر بالحصاد. تمام سليم، كلام سليم مزبوط. سو انت بلشتي خطوة بخطوة وأسستي لحتى هلأ وصلتي لمرحلة انت بتعرفي على حالك كبزنس اونر بتشتغل بريل استيت، عندك صار الاكسبرينس، صار في عندك التعاملات، صرتي اخذة مكان مع بروكر له اسمه بالسوق، بتقدري تخلصي ترانزاكشن او عمليات كبيرة. مزبوط. وكمان بدي أقول هون in between إنه في كتير عالم خاصة بهي الفترة الصعبة بالبزنس تبعنا إجوا على بزنس قد ما صعب تركوا. يعني أنا كان عندي أكتر من صبية هيك صرنا نساعد بعضنا وإجوا بلشوا ودربهم وساعدهم. they quit، قالوا لي إنه هي الشغلة كتير صعبة، تعامل مع people's emotions، لأنه أنت عم بتعامل بالنهاية مع مشاعر العالم، إنه حبيت صح. البيت ما حبيته، صغير البيت صح. كبير البيت صح. فكتير tough، كتير صعب صح. إنه بدك تكون على مستوى معين من الخبرة لمنك تقدر تتعامل وتسكر يعني transactions. فحلوة شغلة أنا غيرت لي حياتي كتير بحبها، و كتير ممنونة للأشخاص اللي ساعدوني كلهم، من زوجي، من الأشخاص اللي دلوني على هاي المهنة، غيرت لي عن جد حياتي. أي حدا بفوت فيها وبيعطيها جهد بتنقلك لمكان تاني تماماً. تمام. شو فرص العمل التانية ممكن نحكي عليها بهاي المدينة؟ يعني هلا بما انه حكينا نحن قبل شوي انه الترانسبورتيشن او المواصلات شوي صعبة، ممكن الواحد يبتدي بفكرة اوبر كبداية. كبداية انتبهوا معي، أنا ما يعني ما بشجع على هذا الموضوع، بس كانطلاقة إذا جاي جديد ممكن يكون الانطلاقة من هون. بس بعد منا برأيك أنت سهل يلاقي وظائف مثلا مع الوير هاوسز، يتعلم قصص على أساس أنه يبتدي يفتح البزنس تبعه، أو على حسب المدينة أو انطباعك على المدينة أو تعاملك مع العالم بحكم شغلك؟ أنت أكيد تعاملي مع كتير عالم، شو بتشوفي الغالبية هنا؟ الموظفين ولا أصحاب عمل، أصحاب تجارة، ولا شو بتقدري توجهينا مثلا من خلال هاي الحلقة معلومة تكون مفيدة بخصوص موضوع الشغل؟ بخصوص موضوع الشغل، أول شيء أي حدا جاي جديد بده ليتعلم قوانين البلد بده يشتغل فيها موظف لفترة معينة بأي مجال هو بيكون خبير فيه ليتعلم قوانين البلد والتواصل مع العالم فيها. فهلأ كتير هي بتعود على الشخص نفسه، بس في عندك مجالات مختلفة من
إذا أشخاص منيحة بالمحاسبة بمثل كتير warehouses مثل أمازون بتأمن وظائف بشكل مستمر. في transportation كمان بالنقل كتير في وظائف لأنه مثل ما قلت لك أونتاريو قريبة عنا 10 دقائق ففي كتير عالم بلشوا their own business transportation بترك اشتروها وبلشوا فتحوا شركتهم. ففي كتير أفكار محلات بتعمل أكل عربي مثلا أكل من البلد تبعهم، محلات بتخص الأكل والشرب كتير كتير بتشتغل. ففي كتير فرص. شو رأيك يعني ناقصة هاي المدينة كبزنس؟ أنا بشوف مثلا قصة الحلويات، أنا بشوف بزنس الحلويات بصراحة بزنس سهل، ترخيصه أسهل من ترخيص الأكل واللحومات والقصص هاي، وفيه يعني فيه المردود الجيد وما له كتير موجود بهاي المنطقة. إذا فيه محل بيفتح فعلا بيقدم الحلويات، الحلويات اللي نحن بنعرفها، سو بتصور حتى الأمريكان نفسهم رح يرغبوا بهذا المجال أو بهذا الأكل أو بهذا النوع من البزنس. شو رأيك؟ هلا نحن هون بينقصنا مناقيش طيبة، ما في محل مناقيش، بدنا نروح على مثلا محل بعيد شوي. أيه؟ وحلويات. وحلويات. أصبح بهاي المدينة هاي مشروعين فيكم تدرسون إذا أنتم فكرين تعملوا بزنس بهاي المدينة أو بهذا المكان. هلا مكملين جولتنا وخليكم معنا لآخر الحلقة، ولا تنسوا طبعا تدعموا هاي القناة، يعني دعمكم أنا بستمر. طبعا هاي البلازا فيها تجمع للمحلات العربية، هذا سوبر ماركت عربي رح نفوت ناخذ جولة سريعة فيه. طبعا بس هاي الجولة لحتى ناخذ فكرة. تتسوقي من هون لما؟ اي احيانا بجي باخذ الاغراض اللي ما موجوده باي مكان. كنا وعنا. هاي واحدة من الفعاليات للاطفال بالمنطقه. شو بيعملوا هون؟ شو كنت عم تساليها؟ هون مارشال ارتس وكاراتيه للاولاد من عمر 3 سنين وطالع. 3 سنين وطالع. اوكي. وهذا المركز الاسلامي طبعا للمدينه هون. شان الجالية المسلمة إذا عم بتدور على مكان كمان يكون في مراكز إسلامية أو مساجد، سو موجود بهاي المدينة. هلا وين بدك تاخدينا؟ هلا بدنا نروح على نعمل جولة على بيت منطقة راشيكا كومانغا بسعر الأفريج برايس اللي هو بحدود 700. خلونا نروح نشوف. خلينا نروح نتعرف عليه، بس قبل ما نروح لهونيك فيني اسالك قديش الرينج تبع الاجارات بهي المدينه؟ تبع الاجارات خليني اقول 3-2 اللي هو 3 beds 2 bath اللي هو هي الستاندرد من 2400 ل 2600. 2400 ل 2600 هذا الاجار. يعني عمليا نحن عم نحكي تقريبا 20 او 15% ارخص من المدن الثانيه. حسب هلا حسب، بس انه تعتبر هي من المدن الغالية بسان برناندينو، مقاطعة سان برناندينو، فبدنا نقول تعتبر من الأسعار الغالية للأجر، ما أنا تعتبر من الأسعار الرخيصة، يعني متوسطة لغالية. طيب هلا نحن عم نشوف البيت، كمان بدي أسألك إذا واحد بيستأجر وجاي جديد على البلد شو الريكوايرمنتس تبعه؟ تمام. وحتى إذا بده يشتري كمان شو الريكوايرمنتس تبعه؟ ممتاز. يلا خلينا نروح نشوف هذا البيت. طيب وين نحن هذا البيت هلا؟ هذا البيت هلا بقلب برانش كوكومانجا، فيه 3 غرف وحمامين ب 770 سعره. فبيت فيه بول حلو بيعدي من الافريج برايس رينج للمنطقه. كونوا معنا. يلا خبرينا شوي اكثر عن هذا البيت. هذا شكله كله محدث لما ايه هذا البيت معمل له، نحن بنسميه هاي fully remodeled، انه مغير الارضية، مدهون، مجدد المطبخ تبعه. اكيد هيك بيت مبني بالسبعين، فاكيد هن بيضلوا يجددوا فيه، وطول ما الاساسات خارج انه الواحد يعيش فيه بتسمح بيضلوا يجددوا فيه ويباعوه، مثل في عندك قيمة يعني بتضل بالبيت طول ما هو يجدد فيه ومحفوظ على
مثل ما بحالته الفينيشينج تبعه. طيب سؤال، اذا حدا جاي جديد على البلد وبده يشتري بيت مثل هيك، شو مطلوب منه اذا بده ياخده مثلا بطريقه التمويل؟ طيب التمويل اول شيء الجديد على البلد اما كاش، التمويل صعب كثير، صعب رح يكون عليه، ما حقول كثير، بس بيتطلب انه يكون في سنتين مينيمم proof of employment. هلا هي شوي شغلات financial، بس بما انه سالتني فهي موجوده على يعني انا البزنس كارد تبعي على الباك سايد محطوطه الريكويرمنتس لاي حدا عم يفكر يشتري، يعرف انه بده يكون سنتين مشتغل، عنده شغل ثابت، بده يكون اكيد عنده الاي دي تبعه، بده يكون في عنده راتب يعني سالري معين للبيت اللي بده يشتري، يكون نعمل احنا حسابات معينه. فاهم شيء انه سنتين بروف اوف امبلويمنت، ومن هون بنبلش، والبقايا عاد بنشوفهم كيس باي كيس، لانه في كثير بروجرامز محمد، يعني في بروجرام بيقول لك ما بدي سنتين شغل، بكفي بانك ستيتمنتس. فكيس باي كيس لهيك عم اقول لك. طيب واذا واحد يشتري كاش مو ضروري يكون مقيم بالبلد، بيقدر يجي يشتري كاش أكيد مباشره؟ اكيد ما في مشكله، ما في اي مشكله. قديش بيكون اجار مثل هيك بيت اذا واحد اشتراه كاش وقال لك بدي اعمله انفستمنت، بدي ارجع اجره وطلع منه دخل شهري مثلا؟ بهيك بيت يعني 3000 بلس ماينس. اوكي 3000 بلس ماينس، اوكي على حسب المنطقه. وطبعا احنا حكينا ان المدارس هون من المدارس الممتازه، اكيد هون A بلس المدارس الهاي سكولز، يعني كل حدا بيجوا من كل سان برناردينو حتى من مناطق تانية لانه مطموع بالمدارس هون. قديش بيلعب الكريدت سكور بقصه انه نشتري البيت او نعمل هيك ترانزاكشن؟ قديش مهم الكريدت سكور؟ هلا في مينيمم كريدت سكور، وبرجع بقول لك انه كلياته ديبيندز، بس اكيد في مينيمم كريدت سكور لاي حدا بده يشتري سياره ولا بيت، في اكيد كريدت سكور عامل كثير اساسي، لهيك عالم بيبنوا السكور تبعهم، وفي عالم اذا السكور تبعهم اذا مو منيح السكور تبعهم بيعملوا كريدت ريبير to be able to qualify. اوكي هذا كمان رح اتطرق له بحلقه، بس بدي نوه عن شغله، الكريدت سكور هو عباره عن تاريخ وعن رقم. تمام. لانه بيطلعوا على التاريخ وبيطلعوا على الرقم بكل شيء بخص الكريدت سكور. طيب خلينا نخلص هي الجوله هون على السريع. لما وين نحن هلا؟ نحن هلا بحدود بين رانشو فونتانا. اوكي. رح ناخذكم تور ببيت لكجوري هوم، كمان برانشو، بس هي السعر اللي شوي اعلى من الافرج هوم برايسز، بس لتشوفوا قديش التنوع فيكم، يعني ب 700 تشتروا بيت، ب 800، بمليون، بمليونين بنفس السيتي، بس طبعا هون بيت مع فيو اكيد رح يكون السعر اعلى. قديش اعلى يعني؟ يعني هذا بحدود المليون ومية. مليون ومية. تمام. مو أعلى كتير بالمناسبة مقارنة مع كاليفورنيا، والمنطقة كتير حلوة. أي منطقة هون مثل ما قلنا هاي المدارس تبعها على مستوى الولاية كلها من أفضل المدارس. من أفضل المدارس. على مستوى كل كاليفورنيا. على مستوى كل كاليفورنيا. تمام. طيب يلا خلينا نأخذ تور بهالبيت الحلو. يلا. هاي أتواندا سكول ديستريكت هون هي رقم واحد. واو طلعت الشمس، واخيرا طلعت الشمس. عن جد هاي المنطقه كتير 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 حلوه وكتير كلاس وكتير راقيه، يعني وصلنا لها بحكم خبرتها للمى بالمنطقه، سو قدرنا نوصل على هيك مكان. بس خلينا نتعرف نشوف البيت من جوا كيف بيكون. البيت روعه عن جد والله العظيم، في شغله كتير ملفته للنظر وقليل حتى نشوفها هون بالبيوت، انه هذا بيقولوا له الهاي سيلينج اللي هو السقف المرتفع. طيب لما شو بتخبرينا عن هيك بيت مثلا او هيك منطقه؟ مين بيكون سكانها؟ مين بيكون العالم اللي بتهتم انها تجي تسكن هون؟ البيت كتير حلو، مساحه البيت قلتيلي 3 غرف، هذا 5 غرف 3 حمامات. 5 غرف 3 حمامات. تمام اوكي. طيب تاخذينا جوله سريعه؟ يلا يلا خلينا نبلش.
هلا هي هون المين ليفينج اريا هون اللي هو الدايننج مع الصالون للضيوف. مبينة الأرضية جديدة هون. خلينا نروح على الجزء الأهم اللي هو المطبخ الكيتشن. يس هذا الجزء الأهم لست البيت. هذا للكل. للكل والله ما عاد في مزبوط كلامك. عم أقول لك للكل لأنه المطبخ بيدلك على إنه أكتر سيلينج بوينت بالبيت هو المطبخ. صح. صح. على فكرة أنا كتير بحب المطبخ. المطبخ بيقلنا كل الستوري. Good size kitchen. هو هذا البيت كمان معمله ريموديلينج إذا شايف الأبلاينسز كلها. كل الأبلاينسز. الأبلاينسز اللي هي تجهيزات المطبخ اللي هو البراد، الفرن غاز. الغاز، الميكرويف. تمام. Yeah. والحلو كتير إنه المطبخ بيطل شباكه على الباكيارد وعلى المسبح. Yes. وما شاء الله باكيارد كبير. Yeah, كتير حلو. صوت المي لحاله بيعطيك هيك بيندفع حقه كتير. تمام. وحتى هيك بتحسي في برايفسي، بتحسي في خصوصية. ايه. والمسبح مأمن كمان مشان الأطفال. هذا موضوع هلا كنت عم بقلك عليه. هذا أهم شيء إذا في مسبح بالبيت وما في إله بوابة. يس. صراحة مو لإلك إذا ما عندك أولاد، إذا إجاك تشوفوا معك أولاد. كمان. إيه على طول. لا هي نقطة كتير مهمة. ايه حلو حلو كتير الباك يارد. تمثال سكان امريكا الاصليين. نعم. سو اذا واحد بيقول لك ارجع على بلدك، نحن كلياتنا ضيوف عند هدول. تماما. وهدول على فكره لا عقيده لا مذهب لا ديانه، هدول عالم عايشين على السبحانيه والطبيعه البشريه وعالم كثير طيبين بالمناسبه يعني. كثير حلو. هلا شو كانت عم تقلي لما شغله كثير عن جد مهمه، المنطقه الغاليه اصبح سكانها متعلمين. اشرحي لنا شوي لما عن هذا الموضوع، عن جد هذا موضوع نقطه كثير حساسه حكيتي فيها انت. تماما. هلا واجبنا نحن كريل استيت بروفيشنالز انه على طول نشرح للبايرز او السيلرز ادوكيتينج ذم ليش هاي المنطقه وورث يور ماني. انه مثلا هاي المنطقه مثلا صح رانشو معنا 700,000 برايس رينج محل ما كنا 1 مليون بلس برايس رينج، بس ليش وورث ات؟ المدارس هون مثل ما قلت لك A بلس ريتد. حلو. هذا شو بيعني؟ بيعني انه السكان تبع هاي المنطقه عندهم يعني جود جوبس، رواتب منيحه، وظائف منيحه، بالنهايه هايلي ادوكيتد بيبل. للي هو بيرفع من قيمة المنطقة. أصبح أنت عايش بين عالم. أنا مرة عملت ريل أو فيديو قصير قلت فيه إذا بدك تعرف مين أنا أو تحدد كيف مستواي أو تحدد مستقبلك رح يبين من خلال أصحابك. سو أصحابك للي هم مو بس إنه علاقتك الشخصية، هن جيرانك، هن معارفك، هن الناس اللي أنت ساكن بيناتهم. هدول اللي بيعطونا الانفلونس، للي هن بيعطونا العدوى بالأشياء المنيحة. So, قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. مشان هيك نحن لما بندفع بمكان أغلى شوي هي مش شطارة ندور على الرخيص، الشطارة أنه نقدر نوصل للغالي ونكون موجودين بيناتهم. مجرد ما وصلنا لهذا المكان أصبح نحن ماشيين على الطريق الصح، أصبح نحن جيراننا صح، أصبح مجتمعنا صح، أصبح تربية أولادنا صح. تمام. وبالمقابل فينا نلاقي الأشياء تبع 200,000 و300,000، وفينا نغير الولايات، وفينا نروح لولاية رخيصة. موجود موجود كتير موجود، بس هي الفكرة أنه ليش دائما ما نطمح للأفضل. لما سهل انه نحن نقدر نوصل للشيء اللي بدنا اياه، ولا شو رايك؟ عن تجربه شخصيه، عن تجربه مثلا زوجك، اصدقائكم. انا بقول سهل لانه انا بقدر اوصل اللي بدي اياه، وبقدر وبامن بحالي بهذا الشيء. من الزيرو بلشت، انا ما جاي لا ورتان ولا معلقه من ذهب. شو رايك انت بهذا الموضوع؟ السؤال كثير بده عمق بالجواب. هلا الهدف تبعك الجول اذا ما كان مجبول بطموح وبمحبه ما بتوصل لمحل. على التريدميل كانك عم تركض على جهاز المشي. مزبوط. فاذا ما حطيت جول وجبلت مع هالجول يعني احطه بحب وب يعني اصرار مثل السهم ما في شيء بيزيحه ما حتوصل لمحل. لكل مجتهد نصيب.
100%. واي حدا بيقول ما عم تزبط معي، كلياتنا ما زبطت معنا بمكان معين. احسنتي. فغير الدايركشن بتكون الحياه عم تقلك هي المكان مو صح لك. طيب. فانا بغير الدايركشن، بحاول بفرصه وبمكان بارض جديده، لابد ما تزبط. قدمنا كثير معلومات غنيه بهاي الحلقه. حابب اقول لك شيء، انت مناسبه تكوني اعلاميه بالمناسبه. والله العظيم. لا سيريسلي، طلاقتك وطريقه حديثك وهذا الشيء ما له مجهز له، هذا الشيء بسيط مشان نقدر نوصل لقلوبكم 100%. لما في عالم كثير رح تتواصل معك بدهم مساعده، اكيد مو بس ديلز، مو بس تعملي مصاري، مساعده ممكن بسؤال، ممكن بدهم الاستشاره، رجاء لا تقصري عليهم. انا حاضره وانا بشكرك لانه انت كنت هاي المنبر ولانك عم تفتح هاي المجال وبهنيك وبشكرك كثير لانه كلنا بعازة اشخاص مثلك لنضوي على مطارح نحن مفكرين انه لا عطول في اشخاص مثل محمد وغيره بيساعدوا وهيك بيمسكوا ايدك، ممكن نصيحه منه توفر عليك جهد ووقت وكثير تعب. قبل ما اختم هاي الحلقه انا دائما بقول مفتاحك اللغه، تعلم اللغه، شو بتضيفي عليها؟ اللغه بس يكون جنبك اشخاص صح بيطلعوك. اذا حابب او حابه تكونوا ضيوفي بحلقه ثانيه تواصلوا معي، الموضوع كثير سهل. اي شيء انا عم اقدمه بهي القناه طالع من وين؟ من القلب. ورايح للقلب. لما مشاهده للقناه وتواصلت واليوم ضيفتي وعطتنا معلومات جدا رائعه وفعلا بدي اتشكرها باسمكم وباسمي. شكرا لك. خلونا ندعم بعض ونحن فينا نسند بعض، وخلونا نبين او نطلع النماذج الجيده. الهدف من القناه يا جماعه البصمه الايجابيه. في تعليقات سلبية؟ يس، عم بيوصل كتير تعليقات سلبية، بس رح قلكن شو، ما بهمني ولا بهم المتابعين تبعي، لأنه حتى أنتوا إذا شفتوا أنه الردود تبعنا على مستوى لائق ممكن أنتوا نفسكن للي عم تعلقوا التعليقات السلبية تغيروا من المنطق تبعكن، عوض ما نحسد فينا نتعظ أو يكون الطموح تبعنا أو نقد بناء أو كمان. نقد بناء أو فينا يكون الانطلاقة أو فينا يكون الدافع. أنا بحب شوف حدا أحسن مني بس مو مشان أحسده، لا مشان يكون الدافع تبعي وأتعلم منه. تمام. So, هاي, 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 هاي خطة النجاح بالحياة. ودائما الدنيا فيها شيء بيقولوا له الكارما، للي هو بيقولوها بالإنجليزي what goes around comes around 100%. Yes. الشيء اللي بنعمله بيرجع لنا بنفس الطريقه. خلينا نحب بعض، خلينا ندعم بعض، وخلينا قلوبنا على بعض. وخليني اتشكر لما. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك على هذا اللقاء. رح يكون فينا لقاءات ثانيه مع لما. احذروا شو خبرتيني انه رح نحكي على الفليبنج هاوسز، على الهول سيلينج والفيكس اند فليبنج بروسس. مزبوط. هاي الحلقه كمان استنوها، رح تكون كثير حلقه مهمه، واذا بدك تدخل هذا المجال رح تعرفنا عليها وعلى اسرارها كيف فينا ندخل هذا المجال. بحبكم كلياتكم، دمتم بصحه وسلامه. ومحمد نحله ولما من كاليفورنيا، ومع السلامه.